الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم الموازنة العامة وطرق تحضيرها، General Budget Methods of Preparation. أرجو أن يكون فيه فائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. الموازنة العامة. تعرف الموازنة العامة للدولة، أو ما تسمى باللغة الإنجليزية General State Budget، بأنها خطة أو Plan تحتوي تقديرات Estimates للإيرادات Revenues التي ترد إلى خزينة الحكومة المركزية، أو ما تسمى Central Government Treasury. هذه الإيرادات ترد من مصادرها المختلفة كالضرائب والمكوث والمساعدات من جهة، والنفقات expenses or expenditure التي تقوم بها مؤسسات الحكومة على أنشطتها الخدمية والإنتاجية من جهة أخرى، وذلك خلال فترة زمنية محددة تكون في أغلب الأحوال سنة مالية، أو ما تسمى fiscal year. هذه السنة المالية هي سنة كاملة 364 يوم أو 65 يوم، وعادة ما يعاد النظر في بنود الموازنة خلال فترة تنفيذها بسبب اللا يقين uncertainty في تنفيذ بنود الإنفاق وتراكم الإيرادات. وفي معظم الأحوال تصدر الموازنة باعتبارها قانون أو لو، تنتهي فعاليته مع انتهاء تنفيذ الموازنة. يعود اللا يقين إلى أحوال اقتصادية أو سياسية أو طبيعية أو اجتماعية، أو هذه الأحوال مجتمعة لم تكن في حسبان من وضع خطة الموازنة. حال الموازنة. إذا كانت الإيرادات مساوية للنفقات عند انتهاء السنة المالية فإن الموازنة تكون متزنة Balanced Budget. إذا كانت الإيرادات أعلى من النفقات عند انتهاء السنة المالية فإن الموازنة تحقق فائضاً Budget Surplus. وأخيراً إذا كانت الإيرادات أقل من النفقات عند انتهاء السنة المالية فإن الموازنة تعاني من عجز Budget Deficit. هذا الآن الشكل البياني يبين على أنه على سبيل المثال الخط الأزرق يرمز إلى الإيرادات، والمنحنى هذا أو الخط الأحمر السميك إلى يرمز إلى النفقات. عند نقطة تقاطع منحنى النفقات مع منحنى الإيرادات يعني بأن الموازنة متزنة. هنا هذه البقعة الخضراء وهذا الخط الأخضر، وهذا الخط الأخضر متقطع يعني بأن الإيرادات تساوي النفقات. إذا كانت النفقات إلى يمين ذلك أعلى من الإيرادات فإن الموازنة تعاني من عجز. والحال الأخير إذا كانت الآن الإيرادات أعلى من النفقات، ما يعني بأن هناك فائض، بأن هناك فائضا عفوا في الموازنة. نكمل. هناك أربع طرق لتحضير خطة الموازنة. الطريقة الأولى والأكثر توظيفا هي الموازنة الخطية، أو ما تسمى الموازنة حسب البنود والمواد، وهي ما تسمى بالعرف الغربي Line Item Budgeting. توضع بحيث يخصص رمز معين لكل بند من بنود الإنفاق، وعلى سبيل المثال يخصص رمز لبند الرواتب والأجور، ورمز لبند القرطاسي والمشتريات النثرية، ورمز للمشاريع والنفقات الرأسمالية، ورمز للصيانة، وهكذا. من حسنات هذه الطريقة أنها تسهل المحاسبة والتحليل وتحديد الأخطاء والمسؤولية. الطريقة الثانية هي الموازنة بالبرامج، أو ما تسمى Program Budgeting، حيث توضع البنود القريبة أو المتشابهة إلى حد ما تحت برنامج أضخم أو أكبر. وعلى سبيل المثال تجمع المصاريف المكتبية كالقرطاسية والحواسيب والطباعة تحت برنامج واحد، وتجمع المصاريف الرأسمالية والمشاريع تحت برنامج واحد، وتجمع مصاريف الانتقال والسفر والعلاقات العامة تحت برنامج واحد. يكمن الهدف من هذه الطريقة في التحقق من مدى نجاح البرامج التي تدعمها الموازنة. الطريقة الثالثة
هي موازنة الأداء (performance budgeting)، إذ تعتمد هذه الطريقة على قياس نتائج الموازنات في الفترات الماضية من أجل الاستفادة من النجاحات وتفادي الإخفاقات وتحسين كفاءة الإنفاق ونجاعته وتحسين طرق تحصيل الإيرادات. الطريقة الرابعة والأخيرة هي الموازنة الصفرية (Zero Base Budgeting (ZBB)، وهي الطريقة التي تجبر واضعي الموازنة ومخططيها أن يطرحوا على أنفسهم أسئلة حول الموازنات السابقة وما نفذوه وما حققوه، وأن يبرروا كل بند من بنودها من القاعدة إلى القمة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة، وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.